التوافق ما يكونش في السن، يكون في مجالات أخرى، يكون في القيم، في الثقافة، في الفكر، في التوجهات، وبالتالي هذا كامل يقدروا يغطيوا الفروقات في السن. لكن أعطيك شيء آخر، علماء الاجتماع يقول لك الفروقات السن يكون أكبر من 10 سنوات فما فوق يكون أحسن في الزواج لاعتبارين. الاعتبار الأول هو الاعتبار البيولوجي، أن الرجل في 50 سنة صح يكون أكثر شبابا من المرأة في 50 سنة. نعم. معنا مش هيصير مشكل تيسر التوافق نعم. جانب الجسمي، فهذا يؤدي بزاف إلى ناس يعودوا الزواج في هذاك اللاج وكذا على باسكو سي مرتو كبرت في 50 سنة، لكن يكون نعم. توافق، إذا يبقى صار توافق في جانب الجسم. والجانب الآخر الجانب الفكري، اليوم المرأة راهي تقرا وعندها شهادات نعم. وتخرج وتعرف الدنيا كلش، الراجل بكري كان يخرج ومرأة ما تخرج، كان هو أكثر وعي منها نعم. دركا راهم في نفس المرحلة تاع الوعي. ونعطيك واحد الدراسة تقول أن المرأة في نفس السن الرجل تكون أذكى منه. أذكى منه؟ آه والله في نفس نعم. السن تاعه. وأكيد تشوفيها روحي مثلا سيام لليسي تشوفي طفلة 18 سنة ولا 18 سنة ماشي كيف كيف تكون كبيرة يعني في عقلها. آه والله تكون كبيرة مرزنة أكثر صح. الآن ربي بدل قيادة من ناحية الرجال وقوامون على النساء في المجتمع، المجتمع الذكوري الرجل هو اللي يقود في الدار نعم. صح. وأنت كيفاش تقود الأسرة وهي أذكى منك؟ اذا واش يخلي القوه هذيك تاع الذكاء اللي تخليه هي الفرق في السن. كي يكون كبير عليها في 10 سنوات 15 سنه حتى 20 سنه واش يصرى، يكون هنا عنده قدره على القياده يفوتها بالخبره، خبرات الحياه على الاقل الا فاتوا هي بالخبره العلميه ويفوتها بالخبره العمليه والتجربه نعم. في الحياه. وهنا يصرى توافق ايضا فكري وزيد ايضا ما يكونوش في نفس السن اللي كما نقول يصرى صراع مثلا هو ولا قيم ولا هيقه، هو مقلق مقلقه بصح كي يكون هو كبير يقدر يجيريها اكثر نعم. وهي ايضا نعطيك حاجه اخرى ثانيه، هي راهي كما نقول تتربى على حسب العقليه تاعها، فهمتي تتضبط مع العقليه تاعها باسكو هي صغيره، لكن كان يجيبها كبيره تكون الشخصيه تاعها كامل تجارب وخبرات وهو يجي بيئه واحده اخرى تجارب وخبرات راهي صرا صغيره. طيب لكن في هذه الحاله ما راهمش من نفس الجيل يعني. والله شوفي الجيل تغير قديما نعم. كان الجيل في المجتمع يتغير كل 25 سنة حتى 35 سنة اليوم في عصر التكنولوجيا قادر عام 3 سنين تغير الجيل، فهمت الفكرة؟ في عصر التكنولوجيا نعم. وسرعة الحياة نعم. الجيل يتغير يوما بعد يوم ولهذا لو كانت لحد الفروقات بين 3 سنين و 4 سنين شوفي مجتمع تبدل نعم. فهمتي في اللباس في الهضرة في الثقافة في كلش صح. التغير الشريعة اليوم في ضر العلماء والتكنولوجيا إلى غير ذلك ولهذا الآن ما نقدرش نقولوا باللي قضية جيل وجيل إلى غير ذلك، لكن يبقى شيء معين قلنا التوافقات الأخرى تغطي هذا. نعم. طيب كيفاش تعرف هذا الطفلة أو هذا الرجل ربما كيفاش يعرف باللي هذه الطفلة بالرغم من أنه فايتها 25 سنة لكن تناسبه؟ الاعتبارات اعتبارات أولا توافقات أخرى نعم. هو الآن تناسبه من ناحية السن وتناسبه باسكو هي صغيرة عليه، لا أيضا من ناحية الفكر إذا كانت تنتمي لعائلة كما قلنا متزنة عندها قيم عندها أخلاق وتربت في وسط متزن أيضا يشوف أخلاقها ويشوف فشروط تاع الزواج كيما وحدة كبيرة كيما وحدة صغيرة، من ترضى ولا دينه وخلقه فزوجه فيشوف الدين يشوف الأخلاق يشوف مستوى الثقافي وكذا يديها، وأحيانا يقول لك نديها صغيرة فعلى الاقل يقول لك تكون التجربه الاولى معايا هنايا كزوج وك يعني ما يصرالهمش مشاكل في المستقبل ربما. والله شوف المشاكل ما كاش زواج نقولوا مشاكل كبيره مش مشاكل صغيره نعم. فكما قلت زوج نزوجك والسعد ما نضمنلكش ولا لا لا ما كاش يضمن روحك وما تضمنهاش لا لا لا، اذا فلهذا المشاكل يصرف، لكن المهارات نعم والاستعدادات يكون عندك استعداد فكري اذا كان هو الكبير نعم. هو الراشد هو الناضج يقدر يميتريزي الأسرة، فقط إذا كانت هي ناضجة هو ماشي ناضج يصرى مشكل وبالتالي هو الآن هنا يفترض أنه يكون أنضج منها وأوعى منها وبالتالي يقدر يجيري هذه المشاكل، ما يصير له مشاكل يقعد قدرة باش يجيريها حتى لو كانت دراسيا توقع عليه لكن يفوتها بالخبرة ولا نعم. طيب جميل طرقت إلى نقطة أستاذ قلت أنه لما يكونوا في نفس العمر راح يصراوا مشاكل، يعني هل اليوم تأكدنا أنه الزوجين اللي يكونوا في نفس العمر أو ما يكونش بعيد عليها بزاف في العمر رايحين يصيبوا مشاكل كبيرة في المستقبل ومش راح يكون زواج ناجح؟
شوفي نعطيك شيء معين، ما نقولش ما يكونش الزواج ناجح، نعم. نقول باللي ان الانسان الخبره اللي يديها هذاك داها بالسنوات، كاين خبره مباشره وخبره غير مباشره. فالخبره المباشره الانسان يديها من خلال التجارب والخبرات، هي خبره ذاتيه. اما الخبره الغير مباشره اللي يديها الانسان عن طريق التكوين، فالانسان يكون مكون في هذا المجال، كما نشوفوا الدول المتقدمه اليوم دير دورات تدريبيه ودير دي فورماسيون على الزواج وكذا، فلما يكون يعقدوا الناس بهذه الاشياء. وهذا لو يصير اليوم العنوس عايد زايد وكذا، باسكو علاه الناس راهي تحط معايير اللي تحبها هي. نعم. فانت ودير اسقاط الاخرين، اذا كانت هي موافقه هو موافق، فهذا هو الاساس اللي ينطلق منه. نعم، هي نقطه الانطلاق. شكرا لك استاذ ماضي على كل هذه التفاصيل، اكيد نورتنا في البلاتو اليوم.